انا شايف البطولة افريقيا دي، انت عارف اللي احنا النادي الاهلي بنفكر في اي بطوله بنخشها لازم نكون بالنسبه لنا البطوله بيبقى الكاس بالنسبه لنا هو البطوله. انا شايف ان المعسكر اول ما جيت المعسكر في التزام جامد واللعيبه كلها مركزه ومعنا جهاز محترم وشايف ان الناس كلها مركزه وان شاء الله احنا ماشيين الفتره اللي فاتت دي في الماتشات اللي في افريقيا ماشيين وحش بس احنا ادينا اداء كويس في الماتشات اللي فاتت بالذات ماتش الترجي ان هم خطا طبعا يعني الناس كلها كانت شايفه وهي اللي حطتنا في الموقف اللي احنا فيه ده بس انا شايف ان شاء الله التركيز اللي موجود في اللعيبه واللعيبه على قد المسؤوليه انت عارف لعيبه النادي الاهلي بيبقوا مركزين واحنا بنتحط في المواقف الصعبه بنطلع منها وان شاء الله ربنا يكرمنا كده الماتش الجاي والماتش اللي بعديه بس نفكر في الماتش الاولاني اللي عندنا في مصر وبعدين كده نشوف الماتش الثاني وان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى معانا التوفيق في الماتش الاولاني والماتش الثاني وان شاء الله ان شاء الله يعني نفكر في نعاد الدور الاولاني وبعد كده نفكر في اللي جاي يعني ان شاء الله. الفتره اللي فاتت بالنسبه لي انا يعني هي كانت كويسه خدنا بطوله الدوري وبطوله السوبر واحنا دلوقتي ماشيين في بطوله افريقيا انا ما حققتش بطوله افريقيا مع النادي وانا موجود بلعب وان شاء الله الفتره الجايه دي احنا مش انا لوحدي التيم كله الفرقه كلها نبقى على قد المسؤوليه ونفكر احنا كلنا بنفكر تفكير واحد اللي احنا ناخد البطوله الافريقيه عشان خاطر النادي الاهلي ومجلس ادارته بالجهاز الفني وعشان خاطر الجمهور طبعا اللي احنا على طول يعني على طول بنوعده باي بطوله بنخشها اللي احنا بناخدها ونفرحهم الفتره الجايه ان شاء الله بالبطوله دي بس عايزه تعب وعايزه صبر من اللعيبه ومن الجمهور هم لازم يكونوا ورانا في ظهرنا وان شاء الله الفتره الجايه هنبقى على قد المسؤوليه وان شاء الله هنعدي وان شاء الله ان شاء الله يعني مفيش حد عارف اللي جاي في ايه بس احنا بنقول يا رب وندعي ان احنا ان شاء الله نكون ناخد البطوله دي ان شاء الله. ده بيبقى تعب الفرقه كلها مع الكابتن ناجي ومع الجهاز الفني كله طبعا احنا ما انا بقول لك احنا بدانا المعسكر من اول معسكر الكويت احنا اشتغلنا اللي احنا كلنا عامه الفرقه كلها اشتغلنا وتعبنا وكان ساعتها كان في صيام والكلام ده كله وكابتن ناجي جهزنا بشكل كويس وكان اي حد هيكون موجود مكاني برده كان هيأدي نفس الاداء اللي احنا جهزنا كويس وكابتن تعب كابتن ناجي تعب معانا الفتره اللي فاتت ديت طبعا وما اقدرش انسى برده طبعا الفتره اللي احنا برده قبل ما نروح احنا كنا مفنشين مع كابتن طارق طبعا و كابتن طارق سليمان برضو كان عامل مجهود معانا بس احنا بنتكلم على المعسكر لما كنت مع كابتن ناجي هو لا اشتغل معانا نفسيا كويس اشتغل معانا فنيا وبدنيا طبعا والمنتخب كله كان نفسه كان يعمل حاجه والجمهور المصري كله بس احنا الماتش الاولاني كنا كويسين وعملنا اداء كويس جدا الفرقه كلها بس توفيق دخل فينا جون في الدقيقة 89 دي يعني الواحد صعبة شوية علينا كلنا بس كنا مقدمين بشكل كويس ماتش روسيا طبعا اتخطفنا في 12 دقيقة بس أنا اللي شايف اللي احنا عملنا مباراة كويسة جدا الشوط الأول وبعد ال 12 بعد ال 12 دقيقة يعني من أكتر الماتشات اللي احنا وصلنا للجون ماتش روسيا بس ما كانش معانا التوفيق أنا شايف اللي احنا ما كانش معانا التوفيق خالص في الماتشات ديت وماتش السعودية الأخراني انا كنت شايف بس ان احنا مش معانا التوفيق بس انا بقول للجمهور المصري كله يعني زعلوش احنا كان نفسنا ان احنا نعمل حاجه لبلدنا مصر والجمهور اللي جه ورانا احنا بقول لهم من صفه شخصيه للشناوي وبقول لهم زعلوش وبقول لهم ان احنا اسفين بس احنا كان نفسنا ان احنا نعمل لكم حاجه وكنا نعدي الدور الاولاني على الاقل بس هي دي الكوره واحنا بقالنا كتير ما وصلناش وخدنا خبرات اللعيبه اللي كانت موجوده كلها خدت خبرات من المشاركه واللي هو في كاس العالم وشفنا الاجواء ماشيه ازاي والكلام ده كله بس انا برده من الكلام اللي انا بقوله ده انا عارف ان انتوا برده هتكونوا زعلانين بس انا بقول لكم تزعلوش وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني نعمل حاجه الفتره الجايه مع المنتخب في بطوله افريقيا وان شاء الله في التصفيات بتاع كاس العالم وان شاء الله يعني يكونوا ورانا ونعمل حاجه ونصعد تاني ودي كل حاجه طبعا في ايد ربنا بس انا بقول ان انتوا لازم تكونوا ورانا وخلاص حصل حصل والماتشات عدت لازم ننساها وان شاء الله الفتره الجايه نعمل حاجه كويسه ونفرحكم ان شاء الله.